هلو تشيز اني هوك. النهارده فيديو جديد هشارك فيه معاكم ميك اب بسيط قوي 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 للمراهقات. تقدروا تعملوا الميك اب ده وتروحوا بيه المدرسه، وحقيقي مفيش اي نظره ومفيش اي مدرسه مفيش اي حد هيعرف انكم انتوا حاطين ميك اب، ولكن الميك اب اللي انا هعمله معاكم في الفيديو ده هيفرق جدا 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 في شكلكم، هيخلي شكلكم اللي هو انرجي كده، فيه طاقه وفيه ايجابيه كده في شكلكم. فتابعوا معايا الفيديو الاخير، ما تنسوش تدعموني لايك وكومنتوا، كمان لو اول مره تشوفوا القناه وانتم مش مشتركين اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه عملتها وهو ان انا غسلت بشرتي زي ما انتم شايفين كده، غسلتها بالغسول. تاني خطوه هعملها معاكم وهو ان انا رطبت بشرتي كمان. مهم جدا قبل ما نعمل اي ميك اب او قبل ما نحط اي حاجه على بشرتنا ان احنا نحط اللي هو مرطب للبشره كده عشان يرطب اللي هو البشره. فاول حاجه عملتها ان انا غسلت بشرتي بالغسول، تاني حاجه عملتها وهو ان انا رطبت بشرتي كويس جدا. اول خطوه هتكون معانا وهي خطوه اللي هو الكونسيلر. هستخدم معاكم الكونسيلر ده من هو من ميبيلين وكده. الكونسيلر ده حقيقي حلو جدا 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 اللي هو الهالات السوداء واخفاء الهالات السوداء. فاول حاجه اعملها وهو ان انا احط مثلا تحت عيني، تقدري تحطي تحت عينك وتقدري تحطي في اي مكان عندك حبايه فيه، تقدري تحطي عليه كده اللي هو الكونسيلر. حقيقي حلو جدا جدا وبيداري العيوب بتاعه البشره. الخطوه اللي بعد كده هنبدا اللي هو ندمج اللي هو الكونسيلر اللي حطيناه على البشره. طبعا تقدري تحطي الكونسيلر في اللي هو حوالين العين، ولكن تبداي اللي هو توزعيه على البشره كلها. بعد ما وزعت الكونسيلر على كامل وجهي هبدا دلوقتي اعمل الخطوه اللي بعدها وهو ان انا احط حاجه خفيفه جدا 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 على عظمه الخدود. الحاجه دي مفيده في حته ان هو بتبين وشك كده اللي هو فيه انرجي زياده، فاللي هو هتحطي اللي هو تنت او روج او اي حاجه تكون خفيفه جدا 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 هتحطيها على اللي هو عظمه الخد اللي هو في المكان ده. فمهم جدا جدا انك تحطي حاجه خفيفه قوي. دلوقتي انا مش هستخدم اللي هو بلاشر، ولكن هستخدم معاكم روج، الروج العادي اللي انا بحطه على شفايفي. هبدا احط نقطه منه هنا كده واوزعها، هيدينا شكل حلو جدا جدا. حتى لو انت مش حاطه ميك اب او مش حاطه كونسيلر هيفرق معاكي جدا لما تحطي اللي هو الروج على اللي هو عظمه الخد وكده. زي ما انتم شايفين الشكل سيمبل قوي وحقيقي، يعني مش باين ان انا حاطه، ولكن بيفرق جدا في الشكل بتاعي. نفس الروج هو اللي بستخدمته اللي هو المنطقه دي، احطه حته صغيره جدا، احط حته صغيره جدا فوق اللي هو الجفن بتاع العين، هنحطه فوق الجفن كده ونسحب لفوق. حقيقي بجد يعني محدش هياخد باله خالص انك انت حاطه اللي هو ميك اب على بشرتك. الخطوه اللي بعد كده وهي خطوه الحواجب. تقدري تستخدمي اي مسكره قديمه عندك، تكون عندك قديمه يعني ورميتيها وخلاص خلصت. تقدري تاخدي الفرشه بتاعتها وتمشيها كده تسرحي بيها حواجبك، بجد هتفرق جدا جدا في شكلك وهتديك اللي هو شكل ناتشورال جدا كانك مش حاطه اي حاجه. فدي اللي هو الخطوه اللي هي الرابعه تقريبا او الخطوه اللي هي الخامسه. الخطوه اللي بعد كده وهي خطوه الشفايف. طبعا الشفايف من الحاجات المهمه جدا 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 لاي بنوته، فانا دايما كنت بستخدم اللي هو المرطب ده زي ما انتم شايفين اللي هو مرطب من نيفيا، بستخدمه ان انا ارطب بيه شفايفي. لو مش متاح عندك مرطب تقدري تستخدمي اللي هو الفازلين. الفازلين من الحاجات الحلوه جدا جدا لترطيب الشفايف. وبعد كده هستخدم اللي هو البتاع ده اللي هو زبده كاكاو ولكن فيها لون. تقدري تستخدمي اللي هي اي حاجه موجوده عندك فيها لون كده، بجد هتفرق جدا جدا في شكلكم. زي ما انتم شايفين انا مش حاطه ميك اب، ولكن حطيت اللي هي زبده الكاكاو اللي هو لونها احمر، وكمان حطيت اللي هو المرطب بتاع الشفايف. الخطوه اللي بعد كده واللي انا بعتبرها من اهم الخطوات اللي هو ممكن ما نحطش اي ميك اب على بشرتنا، ولكن الخطوه دي من اهم الخطوات بالنسبه لي، وهي خطوه اللي هو المسكره. المسكره بجد يعني انا لو مش حاطه اي ميك اب في بشرتي مهم جدا ان انا احط مسكره. طبعا عشان انت رايحه المدرسه مهم جدا ما تحطيش كتير، يعني تحطي حاجه صغيره قوي كده.
زي ما انتوا شايفين انا حطيت حاجه صغيره جدا جدا جدا، ولكن هتفرق جدا في شكلي. وزي ما قلت لكم انا اللي هو الماسكارا عندي من اهم الحاجات اللي هو لازم احطها في الميك اب. انا حتى لو مش هحط اي حاجه على بشرتي مهم جدا ان انا احط اللي هو الماسكارا. الخطوه السادسه والاخيره واللي هو الفينيش اللي هو اللوس باودر. تقدري تستخدمي اللي هو اي لوس باودر موجود عندك، ولو مش موجود عندك لوس باودر تقدري تستخدمي اللي هو بودره الاطفال. هاخد شويه صغيرين كده من اللوس باودر، فدي كل الخطوات اللي انا عملتها معاكم. بجد الخطوات حلوه جدا جدا، مش هتكلفكم بالظبط 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير قوي. بجد انا بحب الميك اب ده جدا، بحسه سيمبل كده وخفيف. فدلوقتي هوريكم الميك اب من قريب، ما تنسوش تقولولي ايه رايكم وتشجعوني بلايك كومنت. دلوقتي هوريكم الميك اب اللي انا عملته.